I
وتؤلف بها بين قلوبنا وتصلح بها ذاك بيننا. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والرضا والتيسير، وتغلق عنا بها أبواب الشر والهم والتحسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. يا نعم المولى ويا نعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وعظم الله أجر الجميع وربي يثبت أجر الجميع. من الناحية السياسية، في المقال 11 مارس 2019 في البصائر، قلت أنني من مواليد 1925 ولم أقبل من بلدي منصبا في غير الطب والدين والجامعة، وامتنعت عن كل منصب سياسي لأنني اعتبرت نفسي غير مؤهل له. والحقيقة أن أثناء الثورة، حينما أرسلت من ألمانيا إلى تونس، استقبلني الأخ كريم بالقاسم رحمه الله وقال لي: ماذا تريد؟ قلت: الطب، لأنني السياسة فهمت منها. وفي 1962 في مركز ولاية الثالثة طلب مني الرائد الشيخ طيب رحمه الله، قال لي: هل من مترشح لمنصب؟ قلت: لا. والحقيقة كنا أطباء قليلين، وكان من واجبنا أن نهتم بالطب قبل كل شيء. في 1977 فيدرالية جبهة التحرير في البويرة، في ولاية البويرة، أتت وجعلتني على رأس قائمة المترشحين للمجلس الشعبي الوطني في 1977، واعتذرت ولم أذهب للإمضاء على الطلب، وأعطي منصبي مكاني إلى ربح بيطاط رحمه الله، الذي قال أنني أعطيت له مكاني رحمه الله. هذا مهما يكون الأمر، في نفس السنة أرسلت لي من الرئاسة، يعني دعا، يعني أرسل لي أحد يقول لي ليترشح في ولاية الجزائر. اعتذرت، وكان ذلك يوم في يوم الأحد حينما أتاني، وكان يوم جنازة شيخ طارق تجيني رحمه الله. في 91 في حكومة دولة مولود حمروش حفظه الله، قال لنا في مجلس الحكومة: كلكم مترشحين إلى المجلس الذي كان مزمع ومبرمج أن ينتخب في جوان 91. اعتذرت، قلت: لنا لا. لماذا؟ لأنني كنت وزيرا للشؤون الدينية، وما كنت أقبل أن يعتبر هذا المنصب كسلم للسياسة. يعني حتى أقول الحقيقة، في صميم عقلي كنت كنت مع عملي في الوزارة، كنت أقوم بعملي في المستشفى، وكنت رئيس مصلحة ل 150 مريض سرير. يعني مش معقول تماما. أن ولهذا السياسة، ولهذا المقالان اللذان كتبتهما في 2004 كانا موجهين لشبابنا
لكي يتسلم الرسالة والتكوين الكافي قبل الخوض في عالم السياسي.